العرب من القاهرة يقدم تليفون وميكروفون وربعمائة مليون. التقديم محمد عبد العزيز الإعداد عزة بن نبي هندسة استوديو الهواء داود محمد تليفون وميكروفون وربعمائة مليون الإخراج هاني فؤاد. والتقينا وهمست العيون بتشاور علينا التقينا. احنا صحيح كان عندنا العندليب الاصغر عبد الحليم حافظ، لكن مما نشك فيه ان عندليب الجزيرة العربية هو محمد عبده. انا لما بسمع محمد عبده خصوصا في الاغاني العاطفية الرقيقة بحس انه موجة انسانية عميقة لتطوب بكياني. محمد عبده صوت فيه معدن ونبرة فيها عاطفة وإحساس وصدق. محمد عبده بيغني ببساطة ويسر، وبحبه قوي لما بيكون لابس الدشداشة والغطرة والجو السعودي الجميل اللي أنا بحترمه بشدة. محمد عبده عرفته في فترة شبابي الأولى. محمد عبده كان نجم نجوم الغناء ولا زال. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مفيد فوزي. هلا بالطيب الغالي، هلا بالطيب الغالي. الدكتور محمد الحميدي قاضي سابقا وعضو هيئة التدريس في كلية القانون. أتكلم عن جانب من جوانب حياته الشخصية، وحيث أني مقرب إليه وأخا وصديقا وقريبا. فمحمد عبده هو الإنسانية، تجد الإنسانية في أسلوبه ومبادئه وأخلاقه. لديه بعض الصفات التي يتميز بها، وأول هذه الصفات هي التواضع. وكذلك من صفاته أنه محب للناس، لا يحمل في قلبه على أحد إلا كل خير. لديه تفكير عميق، يذكر حسنات الآخرين، وهذا واحد من أسباب محبة الناس له. محمد عبده هو الوفاء، فهو رجل وفي جدا مع كل من عرفه. محمد عبده لا يبخل بجاهه، يتشفع كثيرا لقضاء حوائج الناس، وهو رجل المواقف، وله أعمال خيرة كثيرة جدا يتلمس فيها حاجات الناس. محمد عبده هو الوضوح والشفافية والتسامح ومراعاة شعور الآخرين. محمد عبده لديه إحساس عالي جدا بالأولويات. في كل أحاديثه معنا يغرس فينا الوطنية. محمد عبده لا تجد فيه الكبر إطلاقا، يحب أن يمازح الكبير والصغير، يتواضع لدى الكبير ولدى الصغير. إذا غبت عنه هو الذي يبادر بالسؤال ويتصل ويسأل. كريم اليد، سخي العطاء. ولولا أنني أعلم أنه يتضايق حينما أتكلم عن أعماله الخيرة، فمن أجل ذلك أكتفي بكلمة أنه يتلمس حوائج الناس. فمحمد عبده عرفته محبا للخير، محافظا على الصلاة، ويغرس ذلك جليا في أبنائه وأقاربه. محمد عبده يحب أن يجمع العائلة،
لا يفرق بين أبنائه وأبناء إخوته وأخواته، يجمعهم دائما، بل أنه محتضنهم. فمحمد عبده مهما تكلمت فأنا ابن له، فهل وجدتم أن ابنا بارا يعدد مآثر أب أبر؟ دكتور محمد الحميدي. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك. بشكل عام مسيرة الفن ومسيرة الإعلام الفني دائما في شارع واحد، يعني يمشوا في شارع واحد ويلتقوا، ويمكن يشوف هذا الالتقاء توافق وأحيانا تضاد يعني. إنما أنا يمكن قضيت مشوار أكثر من 40 عاما مع محمد عبده زمالة وصداقة، ومشوار محمد عبده كفنان وأنا كصحفي عملنا كثيرا. الأمر اللي مكنني تقريبا من تقديم الجزء الأول من حياة محمد عبده كتاب قبل حوالي شهر من الآن، كان كتاب أوراق من حياة فنان العرب، وهذا الجزء الأول صدر وشغال الآن في الجزء الثاني، ويمكن أصل إلى 6 أجزاء، لأنه الحديث عن محمد عبده هو الحديث عن فن المملكة بشكل عام في الموسيقى والغناء. علي فقندش. يسعد هالمساء ويومك، وش أخبارك وش علومك. الفنان محمد عبده رمز فني مع الفنان الكبير طلال مداح، قمتين فنيتين سعودية، وتصدر المشهد الفني الخليجي ليصل إلى اسمع كل المستمعين العرب. حرص على تقديم المميز وتميز. تعاملت معه في عدة أعمال عاطفية ووطنية، فوجدت فيه فنانا كبيرا يحترم الميكروفون ويحترم جمهوره، فحق له أن يسكن إحساس المستمع العربي. تحياتي له من الأعماق. الملحن السعودي طلال باغر. حبنا ما يبان وتنساني. واحد من الموسيقيين المهمين جدا العازفين المصريين الدكتور هشام العربي اللي بيشارك فنان العرب محمد عبده في معظم الاحتفالات سواء في المملكة أو خارجها. أنا كان شرف لي أن أشارك الأستاذ محمد من ضمن الفرقة الموسيقية اللي بتصاحبه، كان أمنية من أمنياتي اللي أنا أشتغل مع الأستاذ محمد. بقول لحضرتك من 22 سنة مع الأستاذ محمد، أنا كل حفلة أكني واحد من الجمهور حاجز تيكت عشان أسمع وانبسط. دكتور هشام العربي، جاء إزاي فرصة التعاون مع الأستاذ محمد يا دكتور هشام؟ أنا كنت بتاع استوديو بس، فبعد في الاستوديو وبعدين وليد فايد صراحة يعني كلمني قال لي تعال انا عايزك في لحنين هنسجلهم. انا بروح الاستوديو ما اعرفش مين اللي هسجل معاه من المطربين او المغنيين، ولكن رحت كان استوديو عبار، دخلت الاستوديو سجلت، كان اظن شبيه الريح مصر وليد فايد المودع، ولكن كان بيعمل جايد بصوته، وانا دخلت سجلت وبعدين يعني لحن حاجه جميله. خلصت ونزلت بقى وليد احسنت قوي، الاستاذ محمد عايز يسلم عليك. الكلام ده على موضوع سنه 99 او 2000. دخلت لقيت الاستاذ محمد عبده، طبعا انا من عشاقه من أغاني الحلوة اللي كانت عندنا زمان بتتذاع في صوت العرب، أغاني جميلة كانت الأستاذ محمد مركب الهندي لو حضرتك تفكر. طبعا دي أغنيات تربينا عليها دكتور هشام. بالظبط الله ينور عليك. فكنت بحبها قوي وبحب الأستاذ محمد قوي وصوته جميل بحبه. فأما دخلت فوجئت بقى أنا قدام يعني هرم كبير قوي. قال لي أحسنت جميل ويا ريت تبقى معايا في فرقتي. من اليوم دوت انا بقيت مع الاستاذ محمد في فرقته. الاستاذ محمد اضافه لاي فنان يتعامل معاه او الكاست بتاعه، المصورين المخرجين بكل ذوق وبكل ادب، هو مشهور بالادب. وبعدين الرقي بتاعه في التعامل
بيخليك لو انت بتحبه بنسبة بتحبه بأضعاف النسبة دي. فنان راقي قوي، بتحس انك عايز تديه كل حاجة بكل وقت. احنا كموسيقيين كفرقة انا ممكن اقعد اعمل بروفات مع الاستاذ محمد بالعشر ساعات، ما حدش يقدر يعمل كده. انت ما بتحسش بالوقت من جمال الالحان وجمال التوزيع الموسيقي. الناس اللي حواليه بتحبه جدا وعنده كمية تواضع كبيرة جدا ويحب جمهوره جدا جدا جدا، يحافظ على جمهوره لدرجة الجمهور اوقات يغني يسيبه يغني. طيب لما يكون في حفلة وبتعرف البروجرام بتاع الحفلة بتبقى مبسوط لما تلاقي أغنية إيه في البروجرام اللي حيغنيه الأستاذ محمد؟ صوتك يناديني المايسترو هاني فرحات طبعا. بيبقى قاعد بيتنطط على المسرح من جمال الألحان وجمال الصوت. طب ما فيش مرة كده كنت متشوق يا دكتور هشام إنك تقول له قاعد يا أستاذ؟ يعني احنا بنقعد نصوت ورا واحنا وراه بنقعد نصوت الاعجاب والامكانيات، كنا الله العظيم مبهورين. صوت لم يتغير، ما حد عرف اللي حصل وما حد لمس مثل الامل في زحمة الناس. صعب حالتي فجأة اختلف لون. الفنان محمد عبده رمز فني سعودي خليجي عربي، احترم فنه واشتغل على نفسه بعزيمة وخطوات مدروسة، واستطاع أن يشكل مع الفنان الكبير طلال مداح قمتين فنيتين سعودية، وتصدر المشهد الفني الخليجي ليصل إلى اسماع كل المستمعين العرب. حرص على تقديم المميز وتميز، تعاملت معه في عدة أعمال عاطفية ووطنية، فوجدت فيه فنانا كبيرا يحترم الميكروفون ويحترم جمهوره، فحق له أن يسكن إحساس المستمع العربي. تحياتي له من الأعماق. الملحن السعودي طلال باغر. جواري اتخذت مقعدها كوعاء الورد في طمأنانها، يثب الفنجان من لهفته في يدي شوقا إلى فنجانها، يثب الفنجان من لهفته في يدي شوقا إلى فنجانها. آه من قبعة الشمس، آه من قبعة الشمس التي يلهث الصيف على خيطانها، آه من قبعة الشمس، آه من قبعة الشمس التي يلهث الصيف على خيطانها. أغاني محمد عبده مش قديم وجديد. محمد عبده المطرب الوحيد اللي بتسمع الأغنية كأنك بتسمعها أول مرة، وشوف بقى لها زمن لكن كنت تسمعها منه كأنها أول مرة. وهو فنان قدير جدا، بس بياخد آراء الناس. إيه رأيك دي أحسن؟ وشوف أنت. الدكتور رضا بدير أستاذ آلة الناي. الأسلوب الخليجي أو السعودي بالذات يعني له أداء في بعزف معين، فإحنا تعلمناه أنا شخصيا من الأستاذ محمد عبده، لكن محمد عبده علمنا الأداء الخليجي والسعودي. صوت العرب من القاهرة، نتابع معكم أيها الأخوة هذه الحلقة من تليفون وميكروفون مع الزميل محمد عبد العزيز عن فنان العرب محمد عبده بعد أذان العصر الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة. الله يدي الصحة والعافية ويبارك لنا في عمره بعطاءه وإبداعه وفنه. فنان
شامل حقيقة، بيأدي الأغاني كافة ألحانها وميولها، متمكن حتى في الموروث الشعبي في اللغة العربية، قصائد كبيرة غناها، فنان مبدع متجدد داعم للمواهب، فنان على المستوى الإنساني له بصمات إنسانية الله يجعلها في ميزان حسناته يا رب، فنان متواضع كريم يبحث عن التجدد، يعني ما هو فنان كلاسيكي يستسلم الواقع، دائما تلاقيه متجدد ويبحث عن الجديد وعلى الإبداع ككلمات كلحن، حريص على إمتاع جمهوره في الوطن العربي كافة وحتى في أمريكا وأوروبا له حفلات. أنا أعتبره هو صورة الغناء السعودي أو الفن السعودي. الله يدي الصحة والعافية، مع تحياتي المخرج الدكتور عمر الجاسر مدير جمعية المنتجين السعوديين بالمنطقة الغربية. الحديث عن فنان العرب محمد عبده حديث تاريخ يمتد لقرابة 6 عقود زمنية، أي نصف قرن وزيادة. حقيقي محمد عبده الفنان السعودي العربي الذي عاصر كبار الفنانين سواء على المستوى السعودي أو الخليجي أو العربي بصفة عامة، مصر ولبنان. يعجز اللسان أن يصف في دقيقتين كما حددوا لي في هذا اللقاء، لكن نترك لإذاعتنا صوت العرب أن تنبش في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، وتكون مفاجأة للجميع للمتابعين الإذاعة هذه العريقة التي عودتنا من قبل. الأعمال الخالدة لكبار نجوم العرب سيد الغناء العربي أم كلثوم والموسيقار الأجيال عبد الوهاب وغيرهم الكثير من الفنانين المصريين الذين كان لهم يعني السبق والحظ والنبق على مستوى الأوطان العربية. أما فنان العرب فأعتقد أن الموسوعة الجديدة التي يصدرها الزميل علي بغندش هي 6 أجزاء وصدر منها الجزء الأول، أعتقد أنها حافلة. وأترك للمتابعين الإذاعة هذه صوت العرب أن بضغط الزر الآن في النت يشمل كل المعلومات عن محمد عبده، جميع أعماله وجميع مسيره وجميع، أنا ما حتكلم في دقيقتين عن هذه الأعمال، لكن أقول محمد عبده عرف على مستوى العربي في محطات هناك الكل كان يسمعه وعارفه، وعلى مستوى الإقليم الخليجي وعلى مستوى السعودي. محمد عبده قدم ألوان عديدة من الفن الشعبي الحجازي، من الفن السعودي، من اللون السامري، من اللون الصنعاني. قدم أعمال كبيرة منها الرسائل عرفتها مصر، كانت أول أغاني محطات محمد عبده أيوه، ثم بعد ذلك من المحطات الشهيرة كانت وقفة مع فايق عبد الجليل والملحن القدير يوسف المهنة في أبعاد كنتم ولا قريبين وكل يعرفه، ولا زالت عايشة وخالدة لحد الآن، وكانت تردد وترجمت بعدة لغات أيضا، فارسية وفرنسية وغيرها من اللغات الأخرى يعني، وتغنت. ولكن أترك هذا كل المتابعين ونتمنى حظ أوفر ونستعيد ذكريات الماضي الجميل مع هذه الإذاعة العريقة. شكرا إذاعة صوت العرب، محبكم حارس الفن السعودي الصحفي الفني أحمد مكي من مكة المكرمة. كلموني ثاني عنك، فكروني فكروني، وحوا نار الشوق الشوق في قلبي قطع عيوني. الإخوة والأصدقاء، حوار أنا على المستوى الشخصي والمهني أيضا انتظرته لسنوات طويلة، وها هو اليوم يتحقق في ظل كورونا، لكن لما ربك بيريد بقى بيسر الأحوال، ونشرف بأن نلتقي فنان العرب المطرب الأول في عالمنا العربي الأستاذ محمد عبده. كان الفرح ثوب الجديد، لقياك عندي يوم عيد، موج البحر مغنى وقصيد، والليل من فرحه عريس ليلة خميس. أستاذ محمد، أنا على المستوى الشخصي والمهني سعيد جدا بهذا الحوار، وحيبقى من علاماتي الإذاعية وكل أسرة البرنامج. الله يخليك يا أستاذ محمد، أنا أشكرك على المقدمة الجميلة، وحقيقة يعني مجرد ما قالوا لي صوت العرب ذكر أشياء وأشياء جميلة
منها الاشياء الجميله هذه انت يا استاذ محمد. شكرا. العفو يا فندم، ربنا يبارك في عمرك. تهيألي حضرتك شدوت في حفلات صوت العرب. طبعا العرب كان لها سبق الكبير جدا في ابراز المطربين السعوديين من ضمنهم انا، وكان يعني الفتره الذهبيه لطلوعنا في السبعينات بدايه السبعينات يعني من عام 73 كانت الفتره الذهبيه جدا لبروز المطربين السعوديين، وكان محمد عبده على راسهم. فعلا اخذت اهتمام من الاذاعات المصريه على راسها طبعا صوت العرب في ايام وزيرنا الحبيب الاستاذ عبد القادر حاتم ارشاد القومي وزير الاعلام الاسبق رحمه الله عليه. طبعا في الايام كان مهتم جدا بالاتباع على الفنون العربيه والمواهب العربيه، فكانت فترة ذهبية بالنسبة لنا وبالنسبة لكافة الخليجيين يعني. ليلة 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 وطمر أحلى ليلة ليلة محمد. حضرتك شدوت في حفلات كثيرة بالخليج والشام ومصر والمغرب العربي، أي حفلاتك ما يزال عالق بذاكرتك ولا تنساه وما أكثرها ما شاء الله؟ يعني يمكن أنا غنيت في معظم أو كامل البلدان العربية ما عدا دول قليلة جدا اللي ما عملنا فيها حفلات، لكن تظل معصر صوت العرب وحفلاتها اللي تقام على المسارح هي أنا أسميها كيندي، يعني محطة انطلاقة النجوم، يعني المواهب إلى النجوم، يعني مش ممكن أحد يأخذ المدى الكبير والواسع إلا من غني في مصر، يعني إحنا كنا بنغني في لبنان في السينات، بعدين انتقلت إلى مصر في عام 69 و69 ودروس أفريقيا دائما على مصر. ثلاث أربع مرات خمس مرات أجل فيها بالشروب يعني إلى أن حانت الفرصة الذهبية في عام 73 وغنينا في إطار أكتوبر وأخذنا بشيء كبير، يعني إحنا كنا بمجرد ما غنيت ثاني يوم الناس طالعة في الشيء، تعرف محمد عبده لا تردين الرسائل وأيوب، ويعني لو جلست أغني في الدول العربية ما يمكن يعني يمكن اللي يسمعوني أكثر من 10 ملايين في تلك الفترة فهو يعرفوني، يعني لو جلست أغني في الدول العربية ما مش هحصل 500,000 ولا 200,000 يعني. والله ولو غنيت حتى في الدول الأجنبية حتشدو وحتمتع الناس بصوتك وبرقتك يا أستاذ محمد. ما هو الحمد لله ده بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل العالم المصري، يعني هي اللي أعطتنا الانطلاق الكبير هذا. هلا يا مطول الغيبة من قلبي أهليب، هلا يا مطول الغيبة من قلبي أهليب، يطير الطير بالعالي وما رد القدرة تجيبه، يطير الطير بالعالي وما رد القدرة تجيبه. بشوف عيونك الحلوة كرامة جاء على بالي، بشوف عيونك الحلوة هلا بالطيب الغالي، هلا بالطيب الغالي، هلا بالطيب الغالي، هلا بالطيب الغالي. أرقص شوفتك قلبي بصدفة ساقها ربي، رقص من شوفتك قلبي بصدفة ساقها ربي، بلا ميعاد يا حبي تلاقى دربك ودربي، بلا ميعاد يا حبي تلاقى دربك ودربي. بالطيب الغالي عزيز وشوفتك من وقت، أنا
فنان العرب الأستاذ محمد عبدو، حضرتك غنيت على معظم المسارح العربية كما قدمت، كمان غنيت للمغتربين العرب في جنيف وفي واشنطن ولوس أنجلوس ودول كتير من دول العالم. بتحس بفرق في الجمهور العربي المغترب لما يتلقى فنك الراقي عنه لو كان مقيم في بلد المنشأ؟ طبعا ما في شك أنه المستمع العربي في الخارج بيكون أشد حنينا وشوقا وبيتلهف انه يسمع اللون اللي بيفهمه اللي بيحن اليه، بيذكر اشياء كثيره جدا كانوا في, في في اي بلاد عربيه وهو مهاجر. فكثير من اغنياتي كانت بتتحدث وبتلامس هذه المشاعر، مشاعر الغربه ومشاعر الناس اللي بيجرورا يعني ما عشتهم ومصالحهم وحياتهم خارج بلادهم. فلذلك انتشرت كثير من الأغاني اللي بتتحدث عن عن عن, عن هذه عن, عن هذه الملامس اللي بتمس قلوب المهاجرين. وطبعا ما كانت موجهة هي بهذا بالشكل المباشر للمهاجر، لا، كانت بتتكلم عن الحب وعن الحميمية، تتكلم عن المعاناة المجتمعية اللي بتحصل اللي بتخليه يهاجر لكسب العيش لكسب الحياة التي يتمناها وينظر إليها. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك، كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوت وضحكتي لك فيها شي، لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من تطري علي، كل شي حولي يذكرني بشي، حتى صوت وضحكتي لك فيها شي، لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من تطري علي. خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت، صرت خايف لا تجيني لحظة يذبل فيها قلبي وكل أوراقي تموت، لو تدري حبيبي أيامي بدونك تسرق العمر وتفوت، الأمان من الأمان وأنا قلبي
في ايامي بدونك تسرق العمر وتفوت. يعني رحلة طويلة من الفن الراقي والعطاء الفني والإنساني أيضا، يعني حضرتك حتى في اختيارك لأغنياتك وموضوعاتها فيها الشق الإنساني والبعد اللي فيه رقي يعكس شخصيتك، مجموعة إنسان دي يعني هنقف عندها في حوارنا إن شاء الله. لكن خليني خلال هذه الرحلة نتوقف مع أشخاص كانوا علامات في مسيرة حضرتك. بابا عباس، عباس فائق غزاوي، إلى أي مدى كان فاعل في دعم موهبة فنان العرب محمد عبد؟ طبعا الأستاذ عباس غزاوي رحمة الله عليه هو من مؤسس الإذاعة في المملكة العربية السعودية، مؤسس الإذاعة في مكة المكرمة وفي جدة بالتحديد. قبل أن تكون وزارة الإعلام كانت مديرية عامة للصحافة والإذاعة والصحافة والنشر. وهذا الرجل حقيقة من الإعلاميين، عنده حس إعلامي راقي جدا وكبير جدا، فلذلك كانت عنده موهبة، إنه بالموهبة التسجيلية اللي يسموها المواهب التسجيلية اللي تسجل ما في التاريخ. فكان دائما يعني دايدنه حاجتين، القلم ومسجل الناقرة المتجول على طول في إيده، بيسجل كل الأدباء والفنانين. وهذا ما كان عندنا أرشفة أبدا لتراثنا ولا لثقافتنا ولا لأعلامنا العربية في الجزيرة العربية. فهو هو هو أوجد حقيقة الشيء المهم جدا لإنشاء إذاعة حقيقية وقوية في ذلك الوقت. وكان الإعلام يعني نشأ عندنا الإعلام عملاق جدا بفضله. ويكفينا كمان إنه هو أول من أشار إلى موهبة فنان العرب محمد عبده، يعني إضافة إلى الشق المهني ده يحسب له إنه يعني مكتشف فنان العرب. إيه مثلا أنا من أقل المواهب اللي يعني أو من آخر المواهب اللي كان يعني كنت أنا عباس غزاوي من خلال برامج الأطفال. أنا كان دخلت الإذاعة وأنا عمري 19 سنين. فكان بيوجهني بطريقة حفظ التوجه الشبابي أو حفظ رعاية الشباب، يعني رعاية النشأة، حماية النشأة. فلذلك ما دخلني على طول أروح أغني، ولا عشان لا أروح مثلا أغني في محلات ولا أغني في ليالي ولا ساتات، لا وجهني توجيه صحيح أن أنا أغني من خلال برامج الإذاعة للنشأ، برامج الأطفال في برامج النشأ. وكنا دائما ننتقي أغاني لمشهورين مغنيين مصريين مشهورين ونحورها لكي تكون للأطفال، لأنه ما كان عندنا النصوص يعني جاهزة، وكان ما كان عندنا ملحنين جاهزين لأغاني مع الأطفال. فلذلك هو كمان من أهم مراحل اللي أنشأها الأستاذ عباس غزاوي رحمة الله عليه، اللي القسم الموسيقي، يعني جاب فرق موسيقية من الخارج من الشام وأنشأ القسم الموسيقي. وهذا كانت جرأة في تلك الأيام ذلك الوقت، لأنه كان بيتحط تحت كلمة الموسيقى خطوط كبيرة عريضة يعني. فلذلك هو جازف، فعلا جازف بأنه هو ينشئ قسم موسيقي في الإذاعة لأول مرة في تاريخ بلد ومجتمع، بيحط خطوط حمراء على تحت كلمة موسيقى وفرق. قالت من أنت وقلت
مجموعة إنسان من كل ضد وضد تلقين فيني فيني نهار وليل وافراح واحزان اضحك ودمعي حاير وسط عيني قالت من انتو قلت مجموعة انسان من كل ضد وضد تلقين فيني فيني نهار وليل وافراح واحزان اضحك ودمعي حاير وسط عيني محمد. وإحنا في مطلع 2021 وبنحتفل بها يعني وليس من احتفال زي وجود الأستاذ محمد عبده معانا يعني في مطلع هذا العام. قل لي حضرتك كل سنة وحضرتك طيب وكل محبي الفنان محمد عبده. سؤالي أستاذ محمد لما نقارن حد زي شخصية الأستاذ عباس غزاوي في دعم موهبة فنان مبتدئ أصبح الآن هو فنان العرب الأستاذ محمد عبده، كيف تقارن ذلك الزمان بما نحن فيه؟ هل المواهب الشابة والنشأة بتلاقي من يأخذ بيدها ويقدمها في الاحتفالات الكبرى وفي المناسبات الكبرى؟ والله يا أستاذ محمد شوف زمان كان الإعلام محدود جدا، يعني كاد يكون يعني ما فيش غير محطة صوت العرب في مصر والباقي إذاعات محلية كثيرة يعني صحيح، بس إنما هي المنتشرة والمشهورة على الساحة العربية، حتى إذاعة المملكة العربية كانت إذاعة محلية جدا حتى يعني مداها ما يوصل رسالها لكل مناطق المملكة أكثر من حدودها هي. لذلك لا يعني بيختلف اليوم سعي الفنان وانتشاره وهجرته، كان فيه كدح يعني إحنا كنا مثلا نحمل عودنا ونسافر إلى الكويت، كان هناك في تقدم فني كويس وإلى لبنان وبعدين إلى مصر، وكانت في نفس الشيء في تلك البلدان اللي أنا ذكرتها الآن كانت محطات محدودة بس في تلك الفترة كانت معاناة الفنان كبيرة جدا وطموحياته كانت كبيرة جدا، لذلك الآن إحنا بنحصد هذه المعاناة يعني اللي كنا نعانيها زمان الآن حصدناها. ليش؟ لأننا فعلا قدرنا نحن ننتشر بصعوبة جدا، وكانت عندنا مواهب موهبة الإبداع أكثر من اليوم، يعني حتى مواهب الإبداع في ذلك الوقت
أكثر كثير كثير جدا من مواهب الإبداع في هذه الأيام بالنسبة للأصوات والملحنين والموسيقيين اللي موجودين. ليش؟ لأنه فعلا في كانت معاناة، يعني الواحد عشان يوصل لمرحلة إذاعة معينة وتقبل الإذاعة هذه وتعمل معها حتى بس لقاء لمدة 3 دقائق أو 4 دقائق هذا فاتح كبير جدا. فالآن أصبحت المحطات كثيرة ودخلت علينا تكنولوجيا التلفزيون و و و و و فأصبحت طلب أكثر من العرض، أول العرض أكثر من الطلب. أستاذ محمد، حين تنظر اليوم لأول أغنياتك خصمت عيني من سنين، كيف تقيمها بعد كل هذه السنوات؟ والله شوف، هو في محمد عبده اللي بدأ ملحن، وصوتي لم ينضج إلا يعني في مراحل السبعينات، يعني يمكن قبلها ما كان صوتي يعني ناضج، ما كانت له ركائز المطرب اللي يقدر يقف بين صفوف المطربين. لذلك في يعني في تجارب اللي كنت أنت ذكرت عنها، ذكرتها أنا إن هي المعاناة اللي موجودة في البدايات، فكانت لي ألحان اليوم أنا بسمعها والجمهور بيسمعها كأنها معمولة اليوم. خاصمت عيني من سنين ورحمت قلب الأنين، وفضلت أفكر بس في مين، سألت عيوني بتبكي ليه وعلى مين وعلى مين وعلى مين. خاصمت عيني من سنين ورحمت قلب الأنين، خاصمت عيني من سنين ورحمت قلب الأنين، وفضلت أفكر بس في مين، سألت عيوني بتبكي ليه وعلى مين وعلى مين وعلى مين. الحيرة تسرح بالظنون والزهد يلعب بالجفون، والسر في قلبي مكين، سألت ظنوني قولي لإيه وعلى مين وعلى مين وعلى مين. خاصمت عيني من سنين ورحمت قلبي من الأنين، خاصمت عيني من سنين ورحمت قلبي من الأنين، وفضلت أفكر بس في مين، سألت عيوني بتبكي ليه وعلى مين وعلى مين وعلى مين. محال نقدر نجاوب عالسؤال، الكل قالوا ده محال نقدر نجاوب عالسؤال، مادام نسينا وفيها ايه ما تسعفوني وفيها ايه، لو قالوا مين لو قالوا مين لو قالوا مين. ورحمت قلبي من الأنين، قاسمت عيني من سنين، ورحمت قلبي من الأنين، وفضلت أفكر بس وعلى مين وعلى مين وعلى مين. يعني أعتبر نفسي أنا بدأت موهبة ملحن قبل ما أكون مطرب، فالحظ والتوفيق الإلهي أعطاني الحمد لله أني أنا أستثمر كل من موهبة التلحين في وقت معين وموهبة الغناء في وقت معين. يعني الآن أنا مغني أكثر من ملحن، لأنه أصبحت على الساعة في ملحنين كثير صحيح. الآن يعني المتأثرين بمحمد عبده ومتأثرين بغير محمد عبده، ولذلك بحس أني أنا حتى النص
اليوم النص انا اللي بمسكه عشان الحنه احس انه مر علي قبل كده ولحنته قبل كده. فتناول زملائي تلحينه يمكن يكون عندهم رؤيه حديثه موسيقيه حديثه للتناول اللحن الجديد. فلذلك الالحان اللي كانت الابداعيه زمان قويه جدا حتى في مصر، حتى في مصر دلوقتي التراكات بقى يعني حرمتنا من التلوين، حكايه بقت كلاشيهات بتتقدم ما عدا بقى النجوم الكبار زي الاستاذ محمد عبده لما بنسمع اغنيه طويله. فكره الاغنيه الطويله يا استاذ محمد، حضرتك الى الان حريص على انك تقدمها في بعض حفلاتك، بتخاف من انه الجمهور لا يتقبلها، لا يتقبل الاغنيه الطويله بحكم سرعه ايقاع الزمن؟ الجمهور في اذان بتسمع الاغنيه الطويله. احنا يعني نقلت الاغنيه الطويله الى اغنيه طويله مرحه رشيقه خلينا نقول رشيقه، بتغيير الايقاع. تغيير الايقاع ده لازم يتغير، ايقاع الزمني ده بيتغير. فوظفت الايقاع الزمني للاغنيه الكلاسيكيه، فلذلك جات اغنيه طويله بس انما مرحه، يعني ممكن حتى تسمع منها كوبليه وتفصل عن الباقين، عرفت ازاي؟ فكان هذا يعني مكيري انه انا اطلع بشيء يعني شيء جديد مع الحفاظ على هويتي الكلاسيكيه. وان جيت للحق يا استاذ محمد، يعني انا مش متصور ان حد يبقى ايده على اغنيه للاستاذ محمد عبده ويسمع جزء منها، يعني ده كله لازم يستمتع بكل كوبليه من الكوبليهات. يعني الحمد لله. قالت من انت وقلت مجموعه انسان، من كل ضد وضد تلقين فيني، فيني نهار وليل وافراح واحزان، اضحك ودمعي حاير وسط عيني. أنا من هالأرض، أنا من هالأرض، أنا من هالأرض، أنا من هالأرض. أمي الصحراء، احضنت رمالها وارتويت بطهرة، وطعمتني ثمرة ظلالها. النبي فمكة سور بحروفها يتطيب الخلد، بعث النبي علت رسالته والله جل جلاله فرد، بعث النبي فمكة سور بحروفها يتطيب الخلد، بعث النبي علت رسالته والله جل جلاله فرد، هيهات أشمخ بعدها وثن، هيهات يعبد في الورى
من بحرها للبحر تريدي كل فخر كل فخر كل فخر فكرة إقدامك على التلحين بنفسك لنفسك كانت مبكرة، رغم إن أعمال حضرتك من تلحين طارق عبد الحكيم وعمر كدرس كانت أعمال ناجحة، المبادرة دي كنت حاسبها ولا استأنست للأغنيات بألحانك أنت؟ شوف أنا لما بدأت كانوا في أعمالي قتل غناء سلطان مداح موجودين عبد الله محمد طارق عبد الحكيم وكل مؤلف مؤلف القصائد مؤلف الأغاني كانوا بيتجهوا بقصائدهم وكلماتهم إلى هؤلاء النجوم. فكانوا بيلتفتوا لمحمد عبده الناشئ اللي بيستدوبه يبغى حد يعني يساعده ولا حد يعني. فمن هنا نشأت عندي مرحلة إجبارية أني أكون ملحن. طيب عشان أكون ملحن كده بس من الهوى يعني كده بس بتطفل لا. لازم في ركائز. رحت حفظت كل تراث الجزيرة العربية أو معظمه معظمه ما شاء الله في أفقاع الجزيرة العربية كاملة يعني وجنبت اللون المصري كده على جنب لأنه اللون متطور جدا يمكن ما في ذلك الوقت ما يمكن مش ما يمكن يمكن أستفيد منه موسيقيا بس إنما الهوية اللحنية النبرة اللحنية لازم تكون من داخل أرض الجزيرة العربية فلذلك حفظت جميع الألوان التراث في الجزيرة العربية بكلامه بألحانه بإيقاعاته كمان فتولدت عندي مكتبة أرشيف في ذيني في دمي جوا حتى الحمد لله أستاذ الأجيال حبيبنا تشرفت بإني أنا أكون في زمنه الأستاذ محمد عبد الوهاب الأستاذ بليق حمدي الأستاذ محمد الموجي كانوا من يعني من أعز أساتذتي اللي كنت دائما بختلط معهم فكانوا بيقولوا محمد عنده لمسنا فيه انه هو عنده طرح فني خاص عنده قضية يسعى وراءها وهذه حلوة جدا يعني عنده قضية يسعى من وراءها مش بيسعى مثلا للشهرة ما كنت أسعى للشهرة بقدر ما كنت أسعى لإيجاد فعلا هوية للأغنية في الجزيرة العربية وهذا كان مهمتي اللي ما كان أحد في الفنانين في ذلك الوقت يفكر فيها كلهم كانوا يسعوا لشهرتهم شخصيا يعني الشهرة أكثر شيء يفعلوا اللي عمل أفلام واللي عمل مسارح واللي عمل كثير ولكن أنا كنت تفكيري ومنصب جدا وجهودي منصبة جدا لإيجاد بصمة تقف إلى البصمات العربية اللي موجودة خارج الجزيرة العربية وقد نجحت في هذا ونشهد بهذا يعني طيب أستاذ محمد الأغنية اللي رسخت نجومية الأستاذ محمد عبده في مرحلة البدايات كانت لنا الله ولا الرمش الطويل؟ بالنسبة للألحان كان في ذلك الوقت أقوى من صوت محمد عبده لنا الله لنا الله يا خالي من الشوق من الشوق وأنا المولى على لأن الله تصور أنها سجلت في عام 65 في لبنان وما اشتهرت إلا في التسعينات ليش؟ لأنه بدأ الصوت مكتمل وبدأ الطرب يبان في الصوت والأداء في ألحان في الستينات عجيبة يعني مثلا على ذكر لنا الله ما في داعي من حناك أغاني كثير أستاذ محمد وقت الحلقة انتهى فأنا لو وقفت الحديث عند هذه النقطة مش هخلص من محبيك وجمهورك الكبير فاسمح لي أطلب إن احنا نواصل الحوار معاك في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله والله يحفظ الشرف يا أستاذ أنا حفظ الشرف تليفون وميكروفون وربعمائة مليون التقديم محمد عبد العزيز الإعداد عزة عبد النبي هندسة استوديو الهواء
داود محمد، الإخراج هاني فؤاد.